انت جماعتنا مشان تقلناش ونحن ناطرين نسمع. مزبوط. تفضل. انا بدي لكم كلام لازم تعتبروا هذا الكلام اللي حقوله كلام مقدس، بس ما بسمح لحدا من بيناتكم يعترض عليه، مفهوم؟ تفضل عم نسمع. نحن اجتمعنا اليوم لنبارك خطبة أيهم على ماسا. بس أيهم ابني وأنا إلي رأي بالموضوع، بظن إنه هذا حقي. إيه مزبوط، تفضلي أعطينا رأيي. أنا مو موافقة. ليش بقى؟ لأنه بدي جوز ابني وحيدي لبنت أختي نوال. أيوة. أبي وأنا مالي موافق. كمان ليش يعني حضرتك مالك موافق؟ لأنه ماسا لابني أمجد وهو أحق فيها. لا يا سيدي ما حزرت لا حضرتك ولا هي، لأنه ماسا لأيهم وما في حدا بالكون رح يأخذها منه. أنا قلت ماسا لأمجد وهذا آخر كلام عندي. لا خلاص اسكتوا بقى، كلكم اسكتوا. لسه عم تعاملوني كأني شي قطعة خلط بهالبيت والكل عم يقاتل لحتى يحصل عليها. هلا صرتوا بتحبوني؟ هلا صرتوا بتحبوني؟ بس بعتذر، بعتذر عن محبتكم الغريبة اللي ما تعودت عليها ولا بعمري رح اتعود، وخصوصي انتي ستي. أنا؟ ايه انتي ستي. كل الوقت كنتي مزعوجة، مزعوجة لأنه بنتك مطلقة، وكان همك لما يسألوك الناس عن بنتك تقليلهم إنه متزوجة واحد غني وعايشة بلبنان، وما سألتي أبداً إذا كانت مبسوطة ولا لا. ولادك ونسوانهم كان بدهم جاجة بيض ذهب، وما فكرتوا ولا مرة إنه أنتوا السبب بخربان بيتها وأنتوا السبب بطلاقة. نحن السبب؟ ايه طبعاً أنتوا السبب. ما بابا طلق أمي لأنه خليتوها تسرقه، خليتوها تسرق زوجها مشان تبعتلكم مصاري وتأملكم طلباتكم اللي ما بتخلص. وبعدين شو؟ بعدين لما رجعت لعندكم صرتوا تمننوها باللقمة وصارت خدامة عندكم. خرسي وسديني عيك، ما في بيت جد بالعالم قدموا لبنتهم وحفيدتهم قد ما قدمنا لكم نحنا. ايه مزبوط، انتوا عايشين بالبيت اللي اشتريتوه من مصاري بابا وعم بتمننونا انه انتوا مقاويننا ونحنا اللي مقاويينكم. ايوه الله يعطيك العافية يا ست ملك، بقى ما بخلي شي ما قايلتي لبنتك مشان تحرضيها علينا. حتى بنتي ما بدكن يعني احكي له وفش الا قلبي، بدكن ضلوا تحكوا اللي بدكن اياه وتعملوا اللي بدكن اياه وانا ضلني ساكتة. لا تفضلي احكي احكي. ايه بدي احكي وبدي اقول كل شي بقلبي. ملك خرسي. ها وهي جدي حكى، بس هون بيصير له لسان وبصير بيحكي. قصدك ايه؟ سلامتك جدي، ما بقصد شي، بس يكون بعلمكم أنا ما عاد بدي أتزوج لا أيهم ولا أمجد، ومن بكرة رايحة أنا وأمي على بيروت مشان ندور على أبي، لأنه أنا بدي أعيش معه وبلا من نيتكم. ماسي شو عم تحكي؟ شو عم تحكي أنتِ؟ أيهم هاد قراري النهائي، أنا صار لازم بعد عن هالعيلة وظلمة. يا مو بكيفك. لا بكيفي. وليه؟ بدي أحبسك بغرفتك وأمنعك من الطلعة من البيت. ما بتسترجي. بعدين لا تخاف خالي، أنا بكرة ببعت لك مصاري من لبنان مشان تجيب خدامي، يعني مانك بحاجة أمي. امشي أمي. ماسا ماسا شو عملتي؟ دبرتي كل شيء، خربتي كل شيء اتفقنا عليه، خربتي كل أحلامنا. أيهم أنا تعبت خلص وأعلنت استسلامي، وأنا حاسة إنه العيشة عند أبي رح تكون أحسن بكتير. وأنا؟ أنت؟ أنت خلص تزوج بنت خالتك. هذا اللي طلع معي بعد كل هالحب؟ هذا اللي طلع معي بعد كل هالكره اللي شفته من العيلة. بس يا مازا يا مازا أنا بحبك. وأنا كنت حبك، بس هالعيلة حولت الحب اللي جواتي لكره، حولوني لقملة موقوتة وصار وقت انفجارة. وفجرت هلا بوشي بوشك لحال. معلش ايه تحمل مثل ما انا رح اتحمل، اذا عن جد بتحبني لازم تتمنى لي السعادة. بس انا وعدتك عايشك بسعادة يا ماسا وبعيد عنه. مستحيل يتركونا بحالنا ايهم، ولسه امجد هاد ما بعرف من وين طلع لي ومن ايمتى صار بيحبني.
وهلا شو؟ هلا انا من بكره رح نفذ قراري. طيب بس ما بصير. لا بس ولا شيء. ايهم انت مانك مقهور من انفصالنا قد ربع ماني مقهوره انا. بس انا خلص بدي ارتاح، تعبت. تصبح على خير. ماسا انت قد هالقرار اللي اخذتيه؟ ايه قده. امي معك مصاري؟ من يومين قبضت معاشي. ما بيكفي. انا مخبية 120,000. معناتها بكره من الصبح بتتصلي بالمدرسة وبتاخدي اجازة شي اسبوع لنشوف شو رح بصير معنا. بركي ما بركي رحنا ما لقينا ابوكي. امي انا حاسة انه رح نلاقي وانه ناطرنا شي حلو كتير هنيك. حبيبتي انت باقي لك شهرين لحتى تتخرجي، شو رايك نستنى شوي؟ انا خايفه تروح عليك السنه. صدقيني ما رح يروح علي شيء. انت ما بتوثقي باحساسي. أنا عندي إحساس إنه رب العالمين رح يعوضني على كل العذاب اللي مرق بحياتي. يا رب. صباح النور. دخلك قد ايه صار الساعة؟ 7:30. معناتها سبقناهم بالفئة. ما بتصوري يروحوا، هذا حكي. امبارح كانوا معصبين. هيك قلتي؟ على الأغلب هيك. طيب شو رأيك؟ تفوتي لعندهم على القهوة وتفيقيهم، نقعد نحن وياهم هيك نحكي كلمتين ونطيب خاطرهم، بركي بنقنعهم ما يروحوا. أنت هيك رأيك؟ والله هيك. طيب ماشي، خلي عينك على القهوة. يلا روحي. يلا. حكم الهوى وشرط غيم تشير.